سيتنج اون رول، هجيب الطفل بتاعي واقعده على الرول وابتدي اخلي الهيب والني بتوعه 90 درجه بحيث ان الفوت بتاعته تبقى فلات على الارض، وابتدي اساعده على قد ما هو محتاج مساعده، سواء كان محتاج مساعده عند البلفس او محتاج مساعده عند الترامب. لو جبت قدامه حاجه هو بيحبها وخليته يتفرج عليها، كل ما هو مش هيبقى مركز في التمرين اكتر، وكل ما هو هيبقى جايب السيتنج بوزيشن بشكل افضل بكتير.